الوعي الجميلة الطويلة الطويلة نهاوند والوسيم. يا سلام عليكي وعلى ذوقك. يا سلام عليكي وعلى ذوقك. شفت جميلة ومش عارفة قلت لازم برضه. طب انا عندي سؤال. اتفضلي. اتنين اعلاميين مهرة وفاهمين ودارسين وكل حاجة واشتغلتوا في التمثيل. تجربتكم في التمثيل، كريم طبعا انت ليك باع كبير في التمثيل ومثلنا مع بعض كمان. شرفت. ونهاوند برضو انت عملتي تجربه مهمه. انا عملت تجربه مع استاذ جمال العدل طبعا. نبتدي طبعا مع ليدي سبيس مع الجميله نهاوند. اتفضلي. تجربتي مع التمثيل والله. ايوه بقول لك على حاجه بجد. انا اتعرض عليا كذا مره. ومن منتجين تقال جدا. التجربه اللي خضتها كانت مع استاذ جمال العدل، كان مسلسل في رمضان حد جامد جدا. مع يسرى الفنانه يسرى وشيرين رضا، كنت انا طالعه بدور مذيعه برضو بس من ثلاث مشاهد خلوه 15 مشهد وفي لقطات بره الاستوديو. وقال لي بعد كده لو تكملي، بس كان مقارنه ما بين اعلام وسينما او يعني والتمثيل. انا ده معناه ان انت ابدعتي. والله اقول لك على حاجه، والله طلعت بعرف امثل. المذيعين دايما يقطعوا اللي بيتكلم. لا بس يعني والله يعني بس انا وقتها اخترت الاعلام. دلوقتي ممكن افكر اعمل حاجه بجانب الاعلام لو يعني تعرضت حاجه. نهاوند بتدي تصريح. احنا لينا فيلم مع بعض بقى ان شاء الله. خديني في دور معاك. في الرعب ان شاء الله. فيلم رعب. وانت كريم؟ لا انا بصي انا بتعامل مع الموضوع بمنطق مختلف شويه. يعني انا بتعامل مع الفن من زاويه الهاوي. هي هوايه اتيحت ليا فرصه، وكنت محظوظ الى حد كبير في كده ان انا اتيحت ليا فرصه ان انا امارس الهوايه اللي بحبها ولكن مع محترفين. زي ما يكون مثلا حد غاوي كوره وتتاح لي فرصه انه ينزل في تقسيمه فيها كابتن محمود الخطيب وفيها كابتن كذا وكابتن كذا وكابتن. فده اتحقق معايا، وخصوصا في اعمال من عدت عليها سنين. يعني يمكن الاعمال الاتقل كانت اقدم شويه، بس اتيحت من خلالها فرصه ليا ان انا اقف قدام حد مثلا زي النجم نور الشريف. مثلا وانا كمان اتعامل مع حد زي الفنان يحيى الفخراني. ان انا يعني فدي دي حاجه ليها متعتها. وبس تاني ارجع اقول لك انا بتعامل مع الموضوع من منطلق الهوايه، ومش مدخل نفسي في حسابات المهنه، لان انت عارفه حسابات المهنه صعبه قوي قوي، وعايزه تركيبه شخصيه معينه، فاهمه ازاي؟ وعايزه قناعات معينه. نرجع لكن فن جميل طبعا. اكيد فن. شفتي؟ لا حلو. شفتي؟ لا حلو والله. بس عايزه اقول لك. اتفضل. حاجه مهمه. لا انا عايزه اقطعك بس وخلاص. بس كده؟ طيب. لا بس ايه برضه، ما انت مذيعه. ايوه ما عشان كده ما اقطعك. لا لا هي ده استكمالا لكلام كريم والنقطه اللي كنا قبل الفاصل بنتكلم فيها، لان ليكي اعمال برضه. يعني اللي انا اعرفه ليكي فيلمين، واحد تقريبا انتهيتي من تصوير واحد تاني، ومناسبه افلام الرعب هم اصلا رعب برضو حاجه زي كده. كنا حتى بنتكلم الرعب هل ليه دلوقتي جمهور كبير، لان برضو الفكره اختلفت. ده هو الموضه الرعب. الرعب بس عايزه اقول لك حاجه. هقول لك، عارفه في حاجه اسمها قانون الجذب. انا فعلا بحب الاكشن وبحب الافلام الاكشن والرعب والحاجات دي. فحظي ان انا المسلسلات، يعني في مسلسل اسمه حلم حي ده خلص، ده اخراج حد اسمه كامبا مخرج واعد جدا، وده بيتكلم عن الدجل وانا المفروض بحارب الدجل. يا سلام. فداخله في الاجواء فده لطيف جدا. في الفيلم بتاع شبح ستانلي، كوبري شبح كوبري ستانلي. ده برضو في فكر صوفي ان روح بترجع. يعني بالاول بيبقى بني ادم موجود وبنتعامل معاه وكده، فالروح بترجع تساعد ناس معينه. فده برضو داخل فيه مش رعب ولكن فكر روحاني، يعني مش حدوته عاديه. هو ده حلو قوي، بس خطورته في انه لازم يتعمل حلو. لازم يتنفس حلو بالظبط. والجرافيك والحاجات. لا طبعًا. المخرج احمد عياد وسخاء الانتاج كده. بطبيعه الحال يعني لازم يبقى في سخاء في الانتاج عشان الانتاج يعملوا ده يعني ان شاء الله. اللي يتصدى للنوع ده من الدراما المفروض انه عارف انه هيصرف عليه. بس انت دلوقتي الجرافيك ما بقاش غالي. الجرافيك بقى في ايد كل حد. حد شاطر موهوب شطاره انه يبقى فاهم ودارس وعارف هو بيعمل ايه. الحاجه الثالثه اللي انا بعمله دلوقتي تصريح بالقتل ده طبعا اللي بتصوريه حاليا. يعني في مشهد، والمشهد ده انا بجد خفت.
جايبين المفروض انا يعني بيهددوني فعصابه معينه، فحطت لي جثه في السرير اللي انا نايمه جثة فيه. جثه حقيقيه؟ جثه مذبوحه. الله. فانا المفروض ان في المشهد بفتح عيني ببص على الجثه المذبوحه دي. طب معلش يعني ليه؟ انا ما بصيتش على الممثله. ايوه بس ليه يعني؟ معلش ده علشان طالبين مني فديه معينه وانا ما ايوه بفعها. لازم يجيب لك جثه مذبوحه. بيخوفوني نوع من الارهاب يعني. ده دي بجد جثه؟ اه عمرو فهمي بقى كاتب فهو ومدبوحة. عامل ارهاب. لا مش جثه طبعا بني ادم. لما تقول لنا بقى انا مستمتع جدا بالاسئله دي يعني. والله العظيم انا صدقت من اول ما قالت لك الله. ما هي اللي بتقول ولا اللي قلت جثه مذبوحه؟ جثه طبعا يعني بالمنطق. لا ما هو ممكن المخرج يقول لك ايه بقى، انا هجيب جثه حقيقيه عشان المشهد يطلع طبيعي. ازاي يعني وهيطلعوها ازاي الجثه دي من مش مهم بقى قبل ما تعدي على المستشفى يا شيخ. فالمهم الجرح والميك اب تامر ذهب طبعا مكير رائع في الخدع والحاجات دي، هو مكير فظيع. المهم عاملين الذبح والدم والحاجات، انا ما ببصش عشان بخاف من منظر الدم. ده انا بحب الاكشن وكده بس ما اشوفش المنظر ده جميل. فبفتح عيني بقى في المشهد زي المفروض بتقلب كده فبلاقي حاجه فبتخض ببص فرحت مصوته بجد. ايه ده؟ خفت بجد. المشهد ده طبعا كان مرعب. هنا انت بتلاقي الحكايه هنا مش امكانيات، هنا مهاره. مهاره مكير صح، مهاره مدير اضاءه عامل لك الاضاءه ازاي، مهاره اخراج في ان هو يعني يعمل حركه الكاميرا ازاي. فمش كل حاجه محتاجه فلوس كتير دلوقتي. بس طبعا الانتاج الكبير بيبان على الشاشه. كان لو انتاج كبير جاب لك جثه حقيقيه بقى. لا ده بقى في الفيلم بتاعك كان كلم بقى كلم وصى على جثه لسه طازه. لسه مذبوحه.